طرف عمال بالمقاهي والمطاعم دونك في برشا بلايص من تونس العاصمة، منهم حي التضامن، المنيهلة، وادي الليل، دوار هيش. المعلومات هذه أخذناها من عند الشيخ محمد الهنتاتي، دونك باش ناخذوه معنا بالتليفون باش ناخذوا أكثر تفاصيل. معنا دكتور وشيخ محمد الهنتاتي، ناشط في المجتمع المدني وموجود حاليا بحي التضامن. مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، يعيشك. السلام عليكم. ألوغ نبداو، مش تقول لنا شنو اللي صاير بالضبط، خاصة انك انت توا موجود بحي التضامن، شنو موجود بالضبط؟ انا قلت انه فما احتجاجات من طرف عمال بالمقاهي والمطاعم، صحيح هذه هي الصورة الموجودة حاليا ولا فما حاجات اخرى يمكن صارت واحنا في بناش بها؟ طيب، بارك الله فيك على التواصل مع يعني قضايا الناس ومشاغل الناس. بطبيعة الحال خطاب السيد رئيس الحكومة البارحة نزل على كثير من العائلات التونسية وعلى كثير من الصناع وعلى كثير من العمل اليوميين، نزل نزول الصاعقة، ليس لأنهم يعني معترضون على يعني الإجراءات الوقائية التي تحمي الشعب التونسي وهذا البلد العزيز من هذا الفيروس والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا منه جميعا ونتمنى شفاء الجرح، ولكن هم يرون أنه ليس هناك سداد ولا رشاد ولا صواب في بعض القرارات التي اتخذها من حيث النوعية ومن حيث الكمية ومن حيث التوقيت ومن حيث المكان، باعتباره أن صناع المقاهي الآن في حي التضامن في الجهة التونسية الغربية تقريبا، أنا عملت دورة كبيرة وشفت يعني ثم حالة غليان وحالة هيجان وحالة احتقان. قال لك ناس نحن نكرديو بالجمعة وبالعشر أيام، الجمعة اللي فات مانيش خلصين، يلزمنا نخلصوا اليوم سبت واحد وباش نجم ونخلصوا الخديم ونجموش نخلصوا نقضيو قضية السوق اليوم للدار وللعائلة. ثم شكون عنده مشكلة في خوش نتاع ولده حاشاك، ثم شكون عنده مشكلة في كعبة الفيتي سويس نتاع ولده. قال لك أنا الطايح مرفوع، يجي رئيس الحكومة يعمل قرار من الأربعة نتاع العشية ويمنع الناس من العمل. قال لك مولا القهوة فهمتي ولا أنا؟ قال لك أنا عامل مكاري بزوز ملايين وشاري ماتريال ب 300 مليون ومرهون. لكن هذه إجراءات وقائية للتصدي من فيروس كورونا. أنا نتصور أنه إذا كان الفيروس هذا ينتشر تكون غادي الكارثة الكبرى معنا. يعني يلزمنا نحن نلتزموا بالقرارات هذه باش نحميوا أرواحنا. اسمعني لك، احنا من حيث المبدا الناس كل يعني تقريبا ونصور الشعب التونسي عنده درجه من الوعي ما شاء الله، مانيش معترضين من حيث المبدا على تقبل قرارات معقوله ومقبوله وترائي الخصوصيه الاجتماعيه والخصوصيه الاجتماعيه. اليوم الدوله راهي دوله، راهو مش عطار، تسمع فيها ولا معايا ولا معاك؟ راهو دوله تتعاطى مع فيروس، ما هوش عطار ولا واحد في نصبه، راهي دوله يعني عندها مفروض توفر ميزانيه. ماكرون مثلا على سبيل المثال فرنسا، ولا أريد أن أستشهد به، ماكرون قال للناس اقعدوا في دياركم وشهريتكم تجيكم، وقال للناس رؤوس الأموال قالوا ما تخافوش لزنفور. لكن هوني لا مجال يعني للمقارنة، نحن في تونس ما عندناش الإمكانيات هذه بالضبط. ما أنا اليوم شو نقول الحكومة هذه اللي معناها جاءت بعد عسر في الولادة متاحة، يلزم تراعي الخصوصية، الظروف المعيشية اليومية، الحياة اليومية. أو بحذية توا ملاقاة كان النجم وكان النجم نسمعوها، خلينا ناخذوا رأي ملاقاة اللولو هذه في حي التضامن. واضح. مرحبا بيك. عسلامة. مرحبا بيك. ألو ذكرني بالاسم فيصل. فيصل، دونك واضح من حي التضامن، عندك قهوة بحي التضامن، شو ما طالبكم فيصل؟ والله ما طالبنا بسيطة وما فيها حتى شيء، أعطونا نخدموا، ناس تحب تاكل خبز، ناس أعطونا يا أخي نموتوا بالمرض ما نموتوش بالجوع، خلينا نموتوا بالمرض، خلينا نموتوا مش حل يا فايز وما نموتوش بالجوع. أنا عندي 8 عائلات يخدموا معايا تسيبيها كيف تدير 8 عائلات اللي عنده صغاره، اللي عنده أمه وأبوه مرضى، اللي ما يوصلش يخلص شاك شهور كل نهار ونهار ويخلص. كيفاش يعملوا إذا كان أنا 8 من الناس نوقفهم على العمل اليوم؟ كيفاش وعليش توقف فيهم على العمل من الصباح حتى الأربعة متاع العشية؟ غير كافي الصباح تبدأ من 5 متاع الصباح حتى كش المرة 3 والمرة 3 حتى كش نص الليل ونص. واضح، يعني أنت تقول من المرة 3 نص الليل ونص هذيك مش ترسيله بطال هكا؟ يخدموا فيها 8 عائلات البوست هذيك، 8 عائلات، 8 من الناس يأكلوا في الخبز.
يعلم ربي الظروف وكل واحد شنو هي الاجراءات انت اللي مش تاخوها هون واجي قداش فان كونت فان كونت 25 دينار ما تعمل شيء في الظروف اللي نعيشوا فيها احنا تو ما تعمل حد شيء وتزيد ما يلقاهمش وتزيد ما يخلطش عليهم واضح انت كيفاش مش تصرف معهم يعني اللي يخدموا معك من مصر ثلاثه حتى للمسؤولين انا بشو بتستغنى على خدماتهم بنخدم كل يوم واحد الصباح بعدها في الجامعة جامعة تطلع ب 25 دينار يا رسول الله قل لي 25 دينار في شعر الباب شيخوا بها كوش لصغاره يا غرط أحليب خضرة خلص كراه يخلص ماء يخلص ضوء في شعر الباب واضح واضح دونك كده والعمل اللي يخدم معي كلها أصحاب عائلات راعوا ظروف البشر واضح أنا ما حكيتش على روحي ما نحكيش على روحي أنا لا على ربي سبحانه يعوض علي أنا ما نحكيش عندي كراه عندي ماء عندي ضوء عندي أداءات عندي خلص في كل شيء وعندي ديون يعني ربي بحالي ولكن لا على ربي يفرجها لكن الزوالي اللي بالحق زوالي كيفاش باش يعيش اقسم بالله اقسم بالله معناتها ظروف مزرية ظروف مزرية ما نحكي لكش انا صناع يخدموا معايا ما يخلطوش عليه النهار وما يكملوش ما يكفيهوش حاجياته الخصوصيه ما يكفيهوش ما تعمل له حتى شيء واضح شكرا لك فيصل نتفهموا ما غير حتى نتفهموا مطالبكم السلام عليكم مرحبا مرحبا دونك رجعنا معك دكتور محمد هنتيتي والشيخ محمد هنتيتي يهمني باش نختم معك شنو رايك في قرار رئيس الحكومه البارح قرار خاطر حسب ما سمعت انت ضد قرار منع صلاه الجامعه بما فيها صلاه الجمعه ضد القرار هذا علاش طبعا طبعا شوف من حيث المبدا ديما ناكدوا على مساله ثابته ما فيش حتى نقاش اننا نحن مع حمايه البلاد والعباد من اي وباء ومن اي عدوان سواء عدوان مادي ولا معنوي وصحي يعني حشاك مرضي او عسكري احنا مع امن هذه البلاد وامن هؤلاء العباد لكن اللي نحن ما نشي معاه ولا نرى فيه صوابا ولا رشادا ولا سدادا هو تعليق ومنع صلوات الجماعه بما في ذلك صلاه الجمعه لم تقع حتى في عهد بورقيبة ولا عهد بن علي ولم تقع حتى في عهد البيء عام المجاعة ولم تقع حتى في عهد الاحتلال الفرنسي ولم تقع في التاريخ الإسلامي ولم تقع في أي جهة من جهات الدنيا هذه ناحية الناحية الثانية احنا ديننا يمنع علينا إذا كان واحد مريض يمنع عليه أنه باش يمشي الجامع باش ما يعديش الناس أضفت إلى أنه أعطاها المريض رخصة ليس على المريض حرج مرت بعودة في القرآن على أساس أنه يقعد في داره حتى الجمعة تسقط في حقه اللي هي فرض عليه تسقط في حقه لأنه مريض حتى بالجريب العادي حشاكم وعافاكم الله يعني حتى بالجريب العادي ما يمشيش ما يمشيش للجامع ويمنعه ويعتبر آثم شرعا يعتبر آثم شرعا عليه ذنب يعني ما عندوش أجر إذا كان يجي مريض للجامع لأنه بشعدي البلاد والعباد إذن ثم هناك تناقض بين خطاب السيد رئيس الحكومة البارحة الذي ذكر صراحة وبكل دقة والمصطلحات والمفردات لها مدلولاتها قال تعليق صلاة الجماعة بما في ذلك الجمعة ثم يظهر بعد ذلك السيد وزير الشؤون الدينية القاضي أحمد عظوم بعده تقريب بساعة وهذا موجود على صفحة الوزارة وموجود على موقع الصداد تقريب هبط الزادة ولكم أن تعودوا إليه يعني يقول السيد وزير الشؤون الدينية يوضح يقول راو يمكن الصلاة في المسجد ولكن باختصار التوقيت بين وقت الإقامة وقت الأذان والإقامة باعتبار أنه في الأصل يقعد بين الأذان والإقامة مقدار ربع ساعة يلزم منه تقريبا يقيم الصلاة من هنا ثم يخفف يطلب من الأئمة باش يخففوا الصلوات وغلق المساجد فيما بين الصلوات سيدي هذا نحن قابلينه أما أن تلغى صلاة الجماعة وتلغى صلاة الجمعة هذه ما مسألة يعني أثارت حالة استياء شديد عند الكثير من الناس حتى رئيس جامعة الزيتون الدكتور هشام قريسة خرج وقال نحن لم نطلب من الوزير ولا من رئاسة الحكومة وزير الشؤون الدينية ولا من رئاسة الحكومة أنهم يغلقوا المساجد وإنما طلبنا توجيه كبار القوم الناس اللي عندهم أمراض مزمنة عافانا وعافاكم الله ربي يشفيهم إن شاء الله والناس اللي عندهم معناها ربما كما قلنا أمراض مزمنة كما السكر والدم وضيق التنفس وغير ذلك وما شابه ذلك من أن يتوجهوا إلى المسجد ويقعدوا يصلوا في دارهم بحول الله لهم أجر صلاة الجماعة يعني ترغيبهم على هذا المنحة وبأساسات شرعية وبأدلة شرعية يعني المسألة بحقيقة مجانبة للصواب أنا واضح هو توا شيخ عايش شنو اللي احنا في ظرف كيما هكا في ظرف صعيب يلزمنا نحمي وارواحنا يلزمنا نلتزم بالقرارات اللي قالهم
رئيس الحكومة، لأنه في النهاية مش نحميه وأرواحنا. شنو اللي يمنع اليوم المواطن التونسي باش يصلي في داره؟ لازم نمشيه للمسجد. طبعا 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 طبعا. شوف المسألة، مسألة فيها زوج جوانب. الجانب الأول جانب الديني. الجانب الديني تعرف أنت حتى في مذهبنا المالك المتبع والمعتبر في بلاد المغرب، صلاة الجماعة فرض في الجماعة، وتركها من غير عذر يعتبر كبيرة وذنب من الذنوب، إلا إذا ويستثنى من ذلك المريض، ليس على المريض حرج بطبيعة حال. لكن نحن مانيش ضد. شوف من حيث المبدأ الناس، يعني أنقل لك بكل أمانة وتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، أنقل لك بكل أمانة أن الناس لا يختلفون مع السيد رئيس الحكومة في الاجتهاد في إيجاد حلول للوقاية من هذا الفيروس، وبالعكس يعني هم يرون في ذلك ناحية إيجابية من حيث المبدأ. لكن من حيث القرارات، من حيث النوعية ومن حيث الأهمية ومن حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث المتعلق الشرعي، يرونها قرارات غير صائبة لا تنصب أساسا في صلب محاربة هذا الفيروس. واضح. شكرا لك دكتور الشيخ محمد الهنتاتي، نشط مجتمع مدني موجود بحي التضامن. انقلنا لشنو الطلبات والاحتجاجات جات في إطار شنو، وحكينا زيدا مع صاحب مقهى بحي التضامن. الحقيقة نتفهم أنا صاحب المقهى هذا، لكن اللي ما نتفهموش الدوزيام بارتي مع دكتور ولا الشيخ محمد الهنتاتي، كيف جاء ضد قرار الوزير الأول من منع صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة. نحن نخليو المستمعين هما باش يعلقوا على الرأي هذايا. بعد شوية نبدأ في فيوتيوخ ستار، قعدوا معنا.